حراميه متجوز حراميه. اخواتي قبل ما نبدا الفيديو جايب لكم النهارده اختراع طرش، ابلكيشن طرش اسمه ليت ماتش زي ما هيظهر قدامكم دلوقتي. ده برنامج للتعارف، لو انت ما عندكش اصحاب او لو انت عايز تعرف على اصحاب من ثقافات تانية من دول تانية، فانت بتخش على الابلكيشن دوت تبدا تتعرف عليهم من خلاله. البرنامج ده طريقته جديده جدا، بمعنى ان انت المفروض في كذا اختيار عندك جوه البرنامج زي ما هيظهر قدامك دلوقتي. انت ممكن تعمل اتصال عشوائي لمده 7 دقائق تتعرف فيها على شخص عشوائي اصلا، يعني انت مش هتبقى متحدد انت بتكلم مين، او ممكن تخش معاه لمده 3 دقايق تخش مع شخص عشوائي برضو تكلمه شات. البرنامج دوت من احد مميزاته ان هو امن جدا، يعني انت بتتعامل من عليه في خصوصيه، معلوماتك الشخصيه اللي انت عايزها تظهر هي بس اللي بتظهر، غير كده مفيش اي حاجه انت مش عايز تظهر بتظهر على الابلكيشن. في كمان ميزه مهمه في البرنامج ده ان انت ممكن تلعب من عليه، لان هو عليه العاب كتيره جدا. هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن، استمتعوا ويلا بينا نخش على الفيديو. نيا انا رايح الشغل، محتاج اي حاجه من بره؟ لا مش محتاجه اي حاجه، بس هات بس الفاكهه اللي احنا كنا محتاجينها امبارح، عايزه 2 كيلو موز وهات كيلو برتقال لعز. ماشي، حاجه تانية؟ وبس مش عايزه حاجه تانية. شوف انت لو محتاج حاجه من بره بقى هاتها وانت جاي. ماشي هجيب لك كل اللي انت محتاجاه، بس المهم بس الهدوم الوسخه اللي جوه يا ريت تاخديها كلها تغسليها بس. حاضر ماشي، هقوم اغسلهم بس كمان شويه كده بعمل حاجه. يلا السلام عليكم. ماشي حبيبي يلا مع السلامه. يا نهار ابيض كل ده غسيل عايز يتغسل؟ انا زهقت من الغسيل وسنين وبجد مش عارفه الغساله ما بتترحمش. هو ده الجاكيت اللي هو عايز يتغسل بتاعه؟ ايه يا زوز عايز ايه؟ يا ترى ده نسيها ده ولا عينها ولا ايه؟ انا خليها معايا وخلاص. طلع نسيها وجي سال هديها له، طلع بقى ما سالش تبقى حلال عليا. حلال عليا وحياة عينيا يا رب ما يسأل. يا رب على الله والنبي اغسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لك كل الحاجات اللي انت محتاجاها اهو وبزياده كمان. طيب تسلم حبيبي، حطهم بس هناك كده جنب الباب على ما اقوم اعينهم في التلاجة. عاملين اليوم النهارده كان متعب قوي 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 قوي. عاملين لك ايه النهارده بقى؟ عاملين لك بقى النهارده صينيه بطاطس هتاكل صبعك وراها. صينيه بطاطس بالفراخ كده بس من اللي انت بتحبها. بحبها قوي. بقول لك ايه صحيح، هو انت مش ناسي اي حاجه؟ حاجه زي ايه؟ واو الساعه بس اللي كنت ناسيها، ما خدتهاش معايا وانا نازل. طيب ماشي. لا بسال بس عادي. انا هقوم اخد دش بقى عقبال ما انت ايه توضبي لنا لقمه كده. ماشي الحمد لله يا رب ما افتكرش ان الجنيه حلال عليا. ما جابش الموز اللي انا قلت عليه برضه، مفيش فايده. ورقه الدجاج خلصت، اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه حد يجيب لي يا بنت جنيس. الفكة دي تنفع برضه، هو كده كده مش هيحتاجها في حاجة، يعني معاه فلوس مجمدة اهي. فين المفاتيح؟ الو؟ ايوه مين؟ مندوب ايه؟ ايوه بس انا كنت عامله الاوردر ده بقالي حوالي شهر ولا حاجه. الجمارك وكده متعطله؟ طب هو انا ينفع اتاخر شويه؟ يعني ما ينفعش اجل الاوردر كام يوم كده؟ طيب ماشي فهمت. نص ساعه؟ طب خلاص ماشي مستنياك. اعمل ايه دلوقتي في المصيبه دي؟ مش فاهمه بتاع الشحن وسنينه ده، يعني انا طالباه بقالي شهر ما الفلوس اتصرفت. ذنب انا ايه بقى؟ ذنب انا ايه في التاخير ده؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه بس؟ الطقم ده كان نفسي فيه قوي. هو كده كده اصلا باقي على مصروف البيت 3 ايام، اما اخد المصروف ابقى ارجعها. هو كده كده لا هيعرف. انا والله عايزه اقول له بس لو قلت له هيزعق وهيعمل مشاكل ويقول لك بتطلبي تاني. خدهم وخلاص وابقى ارجعهم بعد 3 ايام ان شاء الله ما ياخدش باله. you
بقولك ايه يا امنية، انا هخش اتوضى بس تعالي رواقي مكاني هنا عشان ايه في طفل واقع مني غصب عني. ماشي اقوم اخش حمام بس دقيقة واحدة. انا مش فاهمة هطبخ ولا اكنس ولا اعمل ايه، كرهت السجاير والطفي والقرف. معرفش ما بيحطش في الطفاية ليه، انا اشتريت 500,000 طفاية. امنية تعالى عايزك ثانية. انا مش فاهمة انت عايز ايه، انا معرفش يعني هطبخ ولا هخلي بالي من الولد ولا همسح الحاجة اللي انت عملته. وقعها انت روقت الدنيا هنا؟ روقت يا احمد. طب كان في 100 جنيه. ايه؟ كان في 100 جنيه. 100 جنيه بتاعتي ايه؟ 100 جنيه بتاعتي وبتاعينا هنا. كان في 100 جنيه تحت السجادة لقيتها، وانا كنت بشيل الطفي لقيت ال 100 جنيه. طب فين هي هاتي؟ يا استاذ بس انتهى معايا، قلت اما اديها لك يعني اما تطلع من الحمام. وانت حطاها هنا ليه؟ ايدي كانت متوسخه، كنت بمسح وايدي اتوسخت فرحت احطها هنا على مغسل ايديا وانت تطلع من الحمام. انا شفتك قبل كده وانت بتسرقيني يا كدابه حراميه. انا بسرقك يا احمد؟ انت ازاي تتهمني كده؟ سرقتي فلوس من تحت المخده من جوه، وكنت بتاخدي الفضيه اللي كانت بتتبقى مني بره. ليه بتعملي كده وانا حرمك من حاجه؟ احمد انا ما سرقتكش، انا الفلوس الفضيه دي انا خدتها عشان انت مش هتعمل بيها حاجه وعشان كنت محتاجاها، والفلوس اللي انا خدتها دي كنت هرجعها بعد بكره ما تديني المصروف. واللي يستحل على نفسه قرش يا هانم يستحل على نفسه مليون. حراميه متجوز حراميه. احمد انا مش حراميه، انا قلت لك انا خدت الفلوس ليه. هو الشيطان مش هيجي يقول لك اسرقي من اول مره يا ماما؟ انت حراميه، عارفه يعني حراميه؟ يا احمد انا مش حراميه، انت جوزي، فلوسك هي فلوسي. مفيش حاجه اسمها فلوسك هي فلوسي. الفلوس دي عارف انا هجيب بيها ايه بالظبط؟ ما ينفعش تاخديه من ورايا، ببقى عامل حسابي على حاجات في البيت المفروض ان احنا ندفعها في اوقات معينه، ينفع انت تاخدي منها؟ انت يا بنتي لو 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 القانون الاسلامي بيتطبق دلوقتي كان زمان ايدك اتقطعت، دلوقتي كان زمان ايدك اتقطعت. بس انا ما كانش قصدي ان انا اسرق. مفيش حاجه اسمها كده يا ماما، المفروض لو هتاخدي قرش من ورايا قرش واحد تستأذنيني، لان الدين بيقول كده وربنا بيقول كده، لما تاخدي قرش من ورا حد ايا كان هو مين، جوزك ابوكي اي حد، دي بتعتبر سرقه. اما ما قعدتش في البيت معانا حرامين، يلا روح على بيت اهلك. احمد خلاص يا احمد، طب سيبني مش هعمل كده تاني. ده اقعدي كام يوم بس عند ابوك وامك كده، انا هكلم ابوك دلوقتي اعرفه اللي انت عملتيه، ولما يبقى يفهمك الغلط من الصح بيتعايي تاني. يلا مع السلامه.